ship. بعد ما سيادتك هتشرفنا هنا هننزل على صالة الخدمات اللي هي فيها السيرفرات ثم المركز أو الجزء اللي التعافي من الكوارث. تفضل. هنا فندم بيبقى في قاعات اختبار وتوثيق للبيانات ثم في قاعات للتدريب بيبقى فيها جميع الجهات اللي هي جميع الجهات الدولة. الحكومية والدولة ممثلة فيها عشان دي بتدي خدمات حكومية. مهندس عامر فاروق فندم مدير المشروع، وهعرض على سيادتك فكرة عمل المركز. المركز فندم تم تنفيذه في نص المدة من خلال 5 محاور رئيسية تم تنفيذهم بالتزامن. المركز فندم المحور الأولاني كان المحور الإنشائي اللي احنا رعينا فيه البعد في تصميم وبعد الحضارة المصرية والبعد التكنولوجي اللي نظر لطبيعة العمل اللي موجودة في المكان. المحور الثاني كان المحور الفني اللي احنا ابتدينا تجهيز البنية الفنية للمركز من خوادم ووسائط تخزين وأجهزة شبكات بحيث يبقى قادر على تنفيذ فكرة العمل اللي هي فكرتها تجميع البيانات من مصادرها المختلفة زي مراكز البيانات المختلفة، بعض الصناعات المختلفة زي بيانات الحركة للصادرات والوردات اللي جاية من المواني، بيانات المنظومة الصحية، بيانات التشغيل لمنظومة النقل، بيانات الطاقة في الكهرباء والبترول، وبيانات التعافي من الكوارث الموجودة في مراكز السيطرة على مستوياتها المختلفة. المركز فندم بيقوم بتجميع البيانات من خلال شبكات الألياف الضوئية أو من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس اللي بتوفرها الشبكة الوطنية. بعد ما يتم التجميع فندم في المركز بيقوم المركز باستخدام منصات الذكاء الصناعي ومنصة البيانات تحليل البيانات الهائلة بمعالجة البيانات ووضعها في صورة تصلح للاستخدام، سواء كانت على صورة مؤشرات بتحسن دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية أو في صورة توصيات لمتخذ القرار. المحور الثالث فندم اللي احنا اشتغلنا فيه برضو على التوازي هو بناء القدرات البشرية علشان تكونوا قادرين على إدارة العمل داخل المركز، وبالذات ان دي تكنولوجيا حديثة لسه داخل مصر وداخل شمال أفريقيا. دربناهم على 3 مراحل، مرحلة تدريب نظري وعملي ثم تعايش في بيئة تشغيلية مشابهة للبيئة اللي احنا موجودين فيها. المحور الرابع وباستغلال الكوادر البشريه اللي تم تدريبها والقدرات الهائله للمركز تعاوننا مع اكثر من جهه علشان نطلع بمخرجات تحقق الاهداف بتاعه هذه الجهات في استخدام القدرات الهائله اللي موجوده في المركز، ونجحنا فعليا في الجينوم ده سيادتك اثناء التفقد سيادتك هتشوفه، وبعض الخدمات الاخرى برضو موجوده. المحور الخامس والاخير هو اللي انا عشان خاطر اقدم الخدمات لكن لازم في تنظيم للعلاقه بيني وبين الجهات المستفيده، وبناء عليه احنا عملنا مقترح لسياسات تنفيذيه
وسياسات الاستخدام بتاعة الحوسبة السحابية اللي هي موجودة أمام سيادتك. هي دي فندم. فدي فيها الشرح التفصيلي لكل السياسات الاستخدام والتنفيذ للحوسبة السحابية. يعني تحت أمر سيادتك وسيادتك تتفقد الخدمات الموجودة فندم. مهندس عبد المنعم راشد، مركز الحوسبة السحابية البي 1. هعرض على سيادتك يا فندم ايه هو مركز الحوسبة السحابية البي 1 وبيتكون من ايه وايه الخدمات اللي بيقدمها. المركز هو اول سحابة وطنية مصرية بتجمع بين مراكز البيانات التابعة للوزارات لتحقيق اقصى استفادة من البيانات، وده هيساعدنا على سرعة التحول الرقمي باحدث التقنيات. المركز متقسم لثلاث قطاعات هم السي والجي والبي لتقديم الخدمات الاكثر خصوصية والخدمات الحكومية وخدمات للمواطنين. المركز بيقدم خدمات بنية اساسية مختلفة من حوسبة وتخزين وشبكات وقواعد للبيانات ومخازن للبيانات الضخمة، بالإضافة للخدمات الأكثر تطوراً زي خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات تحليل البيانات الضخمة. وهنعرض على سيادتك أمثلة عملية لبعض التطبيقات خلال المعرض. المركز وفر لنا مميزات جديدة فندم ما كانتش موجودة قبل كده. أول وأهم ميزة أن المركز قادر يستضيف بيانات وتطبيقات الهيئات والوزارات، ده هيخلينا نقدر نعالج ونحلل البيانات دي بخصوصية وإدارة مصرية بدلاً من اللجوء لسحابة خارج مصر. بالاضافه فندم قدرت اعمل تبادل البيانات بين الوزارات بشكل اكبر، بقى عندي وحدات تخزين ضخمه، قدرت استفيد من خدمات الذكاء الاصطناعي وبنستخدم احدث اليات التامين السيبراني. طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم تم الانتقال من مراكز البيانات النمطيه لتكنولوجيا الحوسبه السحابيه، فكان بيواجهنا بعض الصعوبات والمشاكل في مراكز البيانات النمطيه. مركز الحوسبه السحابيه حلها. اول حاجه فندم ان المستخدم قدر يتحكم في الموارد بتاعته زي وحدات التخزين ووحدات المعالجه والخوادم عن بعد، ويزودها ويقللها بطريقه اليه وبسهوله على حسب استخدامه. قدرت اعمل مشاركه لمنصات الذكاء الاصطناعي والموارد على جميع المستويات، بقيت بقى اقل عدد من المعدات والخوادم احقق منها اقصى استفاده واستغلها الاستغلال الامثل، وده بالتالي قلل التكلفه. بقى عندي انواع حوسبه متنوعه اللي بتعتمد على احدث تكنولوجيا المعالجات زي الجي بي يو والام بي يو. الجي بي يو هو معالج قوي بنستخدمه في العمليات اللي محتاجه قدره عاليه في المعالجه زي التطبيقات الهندسيه، واحنا استخدمناه بالفعل في مشروع تحليل البيانات الوراثيه. والام بي يو هو معالج قوي بنستخدمه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. عشان اقدر يا فندم احقق كل اللي انا عرضته على سيادتك من خدمات وتطبيقات بيقدمها المركز، كان لازم اعتمد على بنيه تحتيه قويه تضمن للمستخدم جوده واستمرار الخدمات اللي احنا بنقدمها. عشان كده تم الاعتماد على شبكه الياف ضوئيه بسعه 400 جيجا بت بتربط مركز الحوسبه السحابيه بمراكز البيانات المختلفه للوزارات والهيئات، شبكه عاليه الاستقرار وبتقدم خدمه بلا انقطاع وبتعتمد على نظام تشغيل وصيانه ذكي. ايوه يا امر يا فندم. مهندس ياسر محمد شلبي فندم، مركز الحوسبه السحابيه. قدرنا فندم من خلال خدمات الحوسبه السحابيه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ان احنا نصمم منصات لتبادل ومشاركه البيانات الضخمه بين الوزارات والجهات الحكوميه، وكان الهدف منها فندم هو دعم التحول الرقمي وتحسين البنيه التحتيه الرقميه فندم وحوكمه البيانات، وبالتالي تعظيم قيمتها فندم وتعزيز القدره منها فندم لمساعده المسؤولين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجيه. على سبيل المثال فندم تم تصميم منصات لتبادل وتحليل البيانات لبعض الجهات الحكوميه كانت بغرض فندم تجميع المنظومات والبيانات والاحصائيات على منصه واحده، وبالتالي التغلب على المشكلات اللي كانت موجوده فندم وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين. دلوقتي فندم من خلال خدمات الحوسبه السحابيه نقدر نمكن الجهات والهيئات من مشاركه بياناتها مع الجهات المعنيه سواء داخل الوزاره الواحده فندم او مع الوزارات المختلفه للوقوف على المؤشرات السلبيه فندم وتحديد المشاكل وايجاد الحلول المناسبه بشكل علمي ودقيق وفي اسرع وقت ممكن. وكمان فندم عن طريق تعميم وتطبيق النموذج ده من المنصات مع كل الجهات الحكومية والوزارات نقدر نساعدهم في حوكمة بياناتهم فندم ودعمهم في الإدارة والتشغيل والمتابعة وتقييم العاملين فندم، وبالتالي ينعكس على المواطن في تحسين الخدمات المقدمة أيا كان نوع الخدمة فندم. كمان فندم نقدر نربط مراكز البيانات في كل الجهات الحكومية والوزارات بمركز الحوسبة السحابية، وبالتالي في حالة حدوث عطل مفاجئ أو مشكلة جسيمة فندم في مركز بيانات وزارة معينة لأي سبب من الأسباب بنضمن فندم استمرار تقديم الخدمات بشكل طبيعي جدا وبدون تأثر، وكمان نقدر نمكن البيانات فندم مراكز البيانات في الوزارات من استعادة بياناتها مرة أخرى، وبكده فندم نقدر نوفر التكلفة المالية اللازمة أو نرشدها لبناء مراكز بيانات احتياطية لكل وزارة على حد.
أخيرا فندم، عشان يتم تبادل ومشاركة البيانات الضخمة بين الوزارات والجهات الحكومية كان لابد من وضع إطار عام وسياسة واضحة ومحددة لتنظيم وترتيب وإدارة البيانات واتباع المعايير الدولية فندم لتأمين البيانات بشكل كامل وتصنيفها حسب درجة السرية والخصوصية فندم، وده اللي قدرنا نعمله فندم في المركز بالفعل. شكرا فندم. تحت أمرك. مهندس عبد محمد، مركز الحوسبة السحابية استخدمنا فندم البنية الأساسية للمركز وإمكانيات شبكات المختلفة لبناء وتنفيذ المنصة الرقمية لإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كان هدفنا فندم إن احنا نعمل توطين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وده تم من خلال التعاون المشترك بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية، وتم بناء المنصة مرورا بثلاث مستويات. المستوى الأول إن احنا فندم استخدمنا منصة تطوير الذكاء الاصطناعي بالأدوات المختلفة اللي موجودة فيها ومعالجات مخصصة للذكاء الاصطناعي لبرمجة وتنفيذ بعض الخدمات المصرية زي التعرف على اللهجة المصرية، وده نموذج يا فندم دربناه على اللهجات لمحافظات مصر المختلفة نستخدمه في مراكز الاتصال وفي التطبيقات الأخرى، تحليل الفيديو يا فندم بالذكاء الاصطناعي، ونفذنا نموذج للإدراك الجغرافي وتصميم ثلاثية الأبعاد، وحاليا يا فندم بننفذ نموذج لإدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي بديل لتطبيقات شات جي بي تي اللي ظهرت الفترة الأخيرة وحصل فيها طفرة، بندربه من خلال المعلومات المصرية مصادر المعلومات المصرية، وبيتم معالجة اللغة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة لتنفيذ النموذج. الهدف يا فندم من النموذج تجنب التحيز والتوجيه الفكري الأجنبي لبعض المعلومات المغلوطة بالنسبة للمواطن المصري حفاظا على الهوية المصرية، ونقدر يا فندم نستخدمه في بعض الصناعات للجهات المصرية المختلفة. الخدمات يا فندم اللي احنا نفذناها بنقدر نستفيد منها في مجموعة من المنظومات زي التشغيل والإدارة الذكية للمركز، وده فندم تغلبا على مشاكل المراكز النمطية في عملية متابعة الأعطال والتغلب عليها وعرض المؤشرات الخاصة بدرجات الحرارة داخل المركز، وبالتالي يا فندم نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل لأنظمة التبريد منعا للكوارث. كمان يا فندم استفدنا من خدمة الإدراك الجغرافي وتصميم ثلاثية الأبعاد في منظومة إدارة وتشغيل المدن الذكية، وده فندم نموذج طبقناه على حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. المنظومة فندم بتدعم متخذ القرار في متابعة التطورات والتحديثات المختلفة داخل المدن، وكمان يا فندم بتقدر تتابع المخالفات زي البناء الغير قانوني والتأثير على الرقعة الزراعية، ونقدر يا فندم نستفيد من المنظومة ونطبقها على المدن الأكثر احتياجا للنوع ده من المخالفات. كمان يا فندم طبقنا المنظومة على مدينة سانت كاترين، وفي النموذج يا فندم بيوضح التغيرات اللي تمت من سنة 2018 لسنة 2023 باللون الأزرق الإنشاءات القديمة وباللون الأحمر التحديثات اللي تمت على مدار الوقت. كمان يا فندم استفدنا من خدمة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في المنظومة الذكية للمراقبة تغلبا على مشاكل المنظومات النمطية زي يا فندم الأخطاء اللي بتسبب فيها العمل البشري في تحديد المخالفات والحوادث داخل المدن، والتكلفة العالية يا فندم لتحديث أنظمة الذكاء الاصطناعي للكاميرات النمطية، فتم التغلب من خلال ربط الكاميرات النمطية اللي موجودة عند الجهات المختلفة بمنصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالمركز. كمان يا فندم بنقدر نستفيد من المنظومة في البحث عن المخالفات اللي موجودة في الفيديوهات اللي تم تسجيلها، وده فندم نموذج للمخالفات وجود تجمعات كمامة في الشوارع في المدن. وأخيرا يا فندم استفدنا من منصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في تحسين معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي من خلال دمج المنصة مع خدمات الجيل الخامس، وده فندم بس مباشر من مطار القاهرة باعتباره لمتابعة الأعمال باعتباره أول موقع يجمع ما بين خدمات الجيل الخامس والحوسبة السحابية وتحليل البيانات. أي أمر يا فندم؟ شكرك فندم. طبعا يعني إذا كان في ثورة صناعية رابعة وخمسة على مستوى الصناعة، لكن التطوير الكبير على مستوى الخدمات الصحية اللي احنا بنسميه الثورة الصناعية أو الخدمات الصحية من الجيل الرابع، هو بيعتمد بشكل كبير جدا على قاعدة البيانات وعلى المعلومات للمريض. كل مستشفى بيبقى فيها ما بين 50-70 تطبيق عشان يقدر يدور عملية المرضى الداخليين أو في الرعاية الحرجة أو في الصيدليات أو في الأشعة أو في التحاليل، كل دي تطبيقات داخل المستشفى الواحدة حتى يمكن أن تدار بشكل علمي وبشكل فيه رشادة وفيه أيضا حوكمة. لكن إحنا لو عايزين ندير المنظومة الصحية بشكل عام على بشكل مركزي، يبقى لابد أن يكون هناك مكان لاستيعاب قاعدة بيانات ضخمة جدا لكل مريض نقدر إن إحنا نحمل عليها، وده مش
حصل الا من خلال مركز البيانات والحوسبه السحابيه اللي سيادتك بتفتتحه النهارده. ده احنا اكتر مستفيدين بهذا المركز لان احنا نقدر من خلاله بنحمل قاعده بيانات كبيره، لكن مش مجرد البيانات انها تتحمل على هذه المراكز، ولكن ايضا الاهم وهو تحليل البيانات. تحليل البيانات من خلال قصيه الذكاء الاصطناعي، هنا نقدر نعرف في كل مستشفى في كل دور المريض اللي موجود، واستخدام طبعا انترنت الاشياء نقدر ان احنا نتابع المريض من خلال اسوره بيلبسها، نقدر نعرف هو رحله المريض داخل المستشفى فين، ايضا نقدر نعرف قيمه الانتظار في داخل العمليات الجراحيه، التردد على اقسام الطوارئ، العمليات الجراحيه المختلفه، اقسام المناظير، نستطيع من خلال بعدها ان احنا نقدر نطمئن على حجم الاشغال داخل المستشفيات. موضوع تاني ان احنا نقدر نعمل خريطة صحية لمصر، يعني هذا قاعدة البيانات الكبيرة وهو التكنولوجيا الحديثة في علوم الصحة في العصر 30 سنة الجايين، هيبقى في مستشفيات افتراضية، ليس بالضرورة ان المريض يتردد على المستشفى، ولكن البيانات المريض موجودة، نستطيع من خلال انترنت الاشياء ومن خلال قاعدة الذكاء الاصطناعي ان احنا نتواصل مع المريض اللي بنسميه التشخيص عن بعد والتطبيب عن بعد، وايضا نقدر ان احنا نحلل هذه البيانات لصالح المريض. فإدارة حتى الاشعاعات واستخدام الذكاء الاصطناعي ان انا احول الاشعه ثنائيه الابعاد الى ثلاثيه الابعاد، واقدر من خلال الذكاء الاصطناعي اوصل لتشخيص ادق كتير جدا مما يتم من خلال العام البشري. فاذا يعني كم التطبيقات وكم الاستفاده من تحليل البيانات الضخمه اللي ممكن تتحمل على مركز البيانات والحوسبه السحابيه، هو هينقل الخدمات الصحيه في مصر نقله ثانيه ويبقى في مركزيه. طبعا ده بالاضافه الى الاسعاف والرعايات العاجله والحرجه اللي نقدر من خلالها وربطها بالشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه ان احنا نؤمن وجود سرير رعايه وحضانه في اسرع وقت في اقرب مستشفى. منظومه التامين الصحي كلها فندم ذكيه، قدرنا نطبق اللي احنا بنقوله ده على اول مستشفى هي مستشفى العاصمه الاداريه الجديده. احنا طبعا فندم مع الجهات التابعه احنا بنتكلم على حوالي 30 مليار جنيه لحد دلوقتي علشان نقدر نصل لهذا الموضوع. أو يا فندم اشرح لي بقى، احنا لما كنا النهارده 600 مستشفى اللي عندنا وعايزين نعمل فيها الكلام ده يكلفنا كام؟ ده اولا استحاله يا فندم من غير اللي اتعمل النهارده، اولا لان يعني قاعده البيانات دي علشان تتحمل كل مريض محتاج يعني ملايين من البيانات اللي ممكن تتحمل عليها، من غير ما يكون في قاعده نقدر ان احنا نحمل عليها. ايوه يا فندم. صحيح. هو احنا فندم طبعا يعني الاول من غير ما يكون في مركز بيانات وفي قاعده كبيره، انا لازم بقى كل مستشفى من دول يوصل لها بنيه تحتيه معلوماتيه، ودي احنا شغالين فيها مع وزاره الاتصالات ومع سلاح الاشاره ومع كل الجهات المعنيه، لازم البنيه التحتيه المعلوماتيه تكون واصله لكل مستشفى او كل مركز طبي او كل وحده صحيه انا بتعامل، وده اللي احنا عملناه في الخمس محافظات التامين الصحي. انتوا شغالين في حاجه زي كده؟ تمام فندم. تمام ايه؟ تمام شغالين فندم بالنسبه للبنيه التحتيه وبالنسبه للمستشفيات. تمام فندم. عملتوا كم مستشفى؟ حتى الان مستشفى واحده ست في العاصمه الاداريه الجديده، ورايحين في الفيوم في 7 مستشفيات و11 مستشفى منهم معهد القلب في الفتره اللي جايه ان شاء الله. لحد دلوقتي دول معمولين يا فندم كديمو او كبايلوت من غير ما يكون فيها تكلفه. الموضوع يا فندم يعني يستلزم اكتر من عنصر، زي ما تفضل زميلي الدكتور خالد، الاول لازم نربط كل المستشفيات ببعض من خلال شبكه من الالياف الضوئيه، وده امر سهل لانه احنا شبكه الالياف الضوئيه فعلا بقت منتشره في اغلب انحاء الجمهوريه. المستوى الثاني يا فندم هو البنيه المعلوماتيه او الحاسبات ومعدات التخزين اللي ممكن نستفيد بيها بمراكز البيانات اللي احنا موجودين فيها علشان تخدم على القطاع الصحي. المستوى الثالث هو التطبيقات، لابد ان يكون عندنا تطبيقات قادره على كل مستشفيات. محتاج ادرس يا فندم ورجع لسه ادرس مع دكتور خالد. طبعا يا فندم يعني احنا عندنا يعني ما يقرب من 700 مستشفى بنتكلم فيها. ال 700 مستشفى حكومي بس يا فندم. هو طبعا الربط بقى هو اللي بيبقى موجود، لان في مستشفيات طبعا عامله النظام الخاص بتاعها الداخلي، لكن ميزه قاعده البيانات والمنظومه اللي اتعملت انها سهل جدا الانتجريشن او سهل ان يكون في ترابط ما بين المعمول والتكامل ما بين اللي حاصل واللي ايضا مطبق في بعض المستشفيات. تصوروا كده المستشفى بصراحه
يعني حسب مستوى الميكنة يا فندم. احنا قلنا التطبيقات بعد كده في مستويات الربط. قول الاول لو احنا عملنا البنية الاساسية دي للمستشفيات ان احنا عملنا لها شبكة الالياف الضوئية توصل ليها وميكنة المستشفى مش كده؟ سعر وكلفة الحاسبات مش بس زادت في مصر عشان تغير سعر الصرف، زادت بره كمان. احنا بنتكلم على 20-30% زيادة في سعر الأجهزة، فده هيزود في الكلفة. فاحنا قطعا عشان مثلا المستشفيات الجامعية الوحدية كنا بنقول أكتر من مليار دولار، لو دخلنا على مستشفيات وزارة الصحة ممكن يبقى مليار كمان، عشان كده بقول حوالي 2 مليار دولار. لو دخلنا على القطاع الخاص بقى أو طبعا هيبقى موازنة أكبر. جزء كمان يا فندم لسيادتك وجهتنا بيه قبل كده وشغالين فيه، اللي هي الشبكه الحكوميه اللي بيقصدها معالي وزير الاتصالات، ان جميع اجهزه الدوله بتكلم على 35,000 نقطه. احنا دي في كل قطاعات الدوله بما فيهم المستشفيات بما فيهم حتى اللي في المحافظات، ما بنتكلمش على القاهره بس او المدن الرئيسيه، ده بنتكلم على مكتب بريد في قريه في مدينه، دول من ضمن ال 35,000 نقطه. النقطة اللي بنتكلم عليها فندم في البرمجيات، سواء في البرمجيات أو الحاسبات، الحاجات دي موجود منها نسبة كبيرة جدا، والحقيقة وزارة الاتصالات فيها نسبة كبيرة جدا من عناصر ذكية ممكن تربط هنا، فدي هتحتاج برضه فندم الأدوات الذكية اللي يقصدها معالي وزير الاتصالات، إن إحنا ممكن نشوفها، نشوف اللي هتربط بيها منها إيه هنا، ونشوف الحاجة التانية اللي ممكن ما تتربطش ما هي الذكية ممكن إيه تبقى هي اللي تحت الدراسة. في أفكار تانية؟
هاني. هو احنا نستفيد يا فندم من الموجودات الحاليه اللي موجوده، وهستغل الموقف هنا زي ما شرحنا على سيادتك فوق. انا بستغل المركز بالنسبه للحاجات اللي ما فيهاش ذكاء اصطناعي، انا بستغل امكانيات المركز هنا، حتى لو في حاجه ما فيهاش امكانيات ذكاء اصطناعي انا ممكن اشغل المركز كانه ذكاء، زي الكاميرا زي ما قلت لسيادتك. لو الكاميرات نفسها لا تدعم الذكاء الاصطناعي في اي جهه، انا هنا سيادتك بشغل امكانيات المركز من الذكاء الاصطناعي وبوفر التكلفه الماليه دي. سيادتك محتاجه دراسه لكل، نشوف متطلبات الجهه وندرسها دراسه تفصيليه كلنا على حده ونعرض على سيادتك التكلفة. يعني اللي انا فهمته وانتم صلحوا لي يا هاني، اللي هاني بيتكلم فيه ان انا اوصل للمستشفيات وهو اللي يقوم بنقل البتاع والعمل عليها ويديها لحد تاني. تمام، اذا كنت انا فاهم كده هاني. فاهم عمرو قصدي؟ استغلال امكانيات. تمام. يعني هو مش عايز يعمل في كل مستشفى غير انه يربطها فقط، ولكن نقل البيانات والمضاهات اللي انتوا عايزين تعملوها وكلام من هذا القبيل المركز يقوم بيها، انا ما اعرفش ده صح ولا لا. تمام يا فندم، صحيح. لازم يا فندم يبقى الربط مزدوج، لازم يبقى فيه مركز رئيسي فيه التطبيقات، ولازم يبقى فيه بديل تبادلي داخل المستشفى، لان لو حصل قطع مثلا في الكابل لاي سبب، اعمال مدنيه في الطريق او الى اخره، ما ينفعش المستشفى تقف. يعني خليني اقول، فلازم يبقى هنا وهنا يا عمرو، يعني بدل ما بقول مش هقدر خالص، لا اقدر ابتدي يا فندم، يعني بدل ما هو ما اقدرش خالص، لا طب ما هو لا اقدر ابتدي طبعا، اقدر ابتدي. وفعلا احنا يعني من خلال مشروع التامين الصحي يا فندم، كل المحافظات اللي بدات التامين الصحي، بورسعيد او اسوان او الاقصر، بدات بميكنه كامله داخل التامين الصحي. احنا اللي فاضلنا المستشفيات الجامعيه وبقيه محافظات الجمهوريه، واحنا شغالين في التامين الصحي. هناك عرض دلوقتي ان احنا نبقى جهه واحده بس اللي بنتعاقد معاها، بحيث ان هي اللي بتورط البنيه التحتيه، وهي كمان اللي جت الثلاث شركات الكبار على مستوى الدوله اللي هم بيعملوا التطبيقات الخاصه بالصحه، اللي هي فيها نظم المعلومات الصحيه، واللي هي فيها ملف المريض الموحد، ملف الالكتروني المريض الموحد، يعني بحيث ان المريض اللي بيقدر يكون عنده ملف موحد ومميكن يقدر يروح في اي مستشفى تابعه للدوله بنفس الملف بتاعه، يقدر ان هو يبقى الطبيب بيتعاقد او بيقدر ان هو يطلع على كل الملف الصحي بتاعه، ما يبقاش في تكرار لاشعاعات او لتحاليل وهكذا. الحقيقه النقطه اللي قالها يعني الدكتور خالد دي مهمه يا فندم، لانه لو قدرت اربط كل المستشفيات ببعض، وحتى دخلت معايا القطاع الخاص، انا كمريض لما اجي اتلقى العلاج النهارده من محافظه بكره من محافظه ثانيه، مش هعمل فحوصات من اول وجديد، ده بيكلف الدولة وبيكلف المريض. الأدوية والعلاجات والتاريخ المرضي بتاعي موجود، الدكتور يقدر يطلع عليه، كل صرف الأدوية هيبقى محوكم وهيبقى بقدر العلاج، ما بقاش فيه هدر زي ما موجود في النظام اليدوي. وإعادة الاختبارات وإعادة الأشعة والفحوصات أمر مكلف جدا في تلقي الخدمات الطبية، فده توحيده و تبادله وقدرة كل الدولة على أنها تشوفه بشكل مركزي بيوفر جدا في الهدر. هي منظومة التأمين الصحي الجديدة فندم كلها مميكنة، بمعنى أصح أن هيئة الرعاية وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة الصحية كلها، في سواء في المرحلة الأولى اللي فيها ست محافظات أو المرحلة الثانية اللي سيادتك ضغط عليها بالخمس محافظات الجديدة، لكن إحنا بنعمله دلوقتي بنشتغل في كل المحافظات بنفس الطريقة. أي مستشفى جديدة بتتعمل بتعملها البنية التحتية من أول ما بنبدأ الديزاين لحد ما ننفذها، بحيث إن المحافظة دي لو دخلت بعد سنة أو اثنين أو حتى ثلاثة تبقى جاهزة بالبنية المعلوماتية اللي فيها والمرضى مسجلين سواء في الوحدة الصحية، علشان لما تيجي تتنقل الوحدة أو المستشفى المنظومة التأمين الصحي مجرد ان هو بينقل البيانات عنده على طول، فخلاص عرف تاريخ المرضي لكل واحد بيتردد عليه بيبقى موجود ومميكن. فاحنا بنشتغل في المحافظات الثانيه حتى، لكن بعد انتهاء منظومه التامين الصحي ان شاء الله هتكون كل المحافظات او كل المستشفيات سواء داخل المنظومه في هيئه الرعايه او مستشفيات الجامعه تكون مرتبطه ببعضها. بص يا خالد، بص انت بتتكلم في ثلاث اربع حاجات مع بعض، ده جزء منهم. انت بتتكلم في بنا مستشفى، لان احنا بنستكمل عدد الأسر اللي موجودة عندنا طبقا لعدد سكاننا، مش كده؟ هذه واحد، فده تكلفة مالية أنت طالبها كوزارة الصحة في مدة زمنية مش كتير، هنستكمل مش نتجاوز العدد. أنا بقول كلام يعني، لا أنت بتحافظ على النسبة اللي هي أساسا ضعيفة، فأنت عايز التكلفة، ثم عايز تكلفة تشغيلها بعد كده، أنك تطاقم المستشفى ديت وتشغلها، ودي تكلفة تانية. ثم اللي أنت بتتكلم فيه ده، احنا مش عايزين نقول حاجة لنفسنا يعني نقطة
استاذ نقطه مهمه جدا ان احنا يجب ان احنا تدفق البيانات ده ما ينقطعش، لان دفق عقد القطاع تدفق البيانات انقطاع بيانات ومعلومات. احنا لما بنشتغل بنيجي نشتغل في الربط بنشتغل في الربط فايبر ده اساسي، ثم الاحتياط بتاعه بيبقى لينكات مايكرويف. اللينك المايكرويف ده بيشتغل في حاله قطع بس الفايبر لحين الاصلاح، لكن احنا ما بنفقدش خالص تدفق بيان من جهه، وده اللي احنا لازم نعتمد عليه هنا، واشتغلنا على كده فعلا طبقا لتوجيه سيادتك. احنا ما بنعتمدش على مسار واحد ولا اثنين، احنا بنعتمد حتى على لينكات المايكرويف اللي شغاله بيها دلوقتي وزاره الصحه وبعض الوزارات الاخرى زي وزاره الكهرباء ووزاره الطيران اشتغلت معانا بالطريقه دي. والداخليه. سيادتك يا فندم، طرحت سؤال مهم، الكلفة المالية وازاي نقدر نتغلب عليها. يمكن مشروع التأمين الصحي، انت عايز كلفة مالية وعايز كلفة صيانة اللي عملته بعد كده يا عمرو، مش كده؟ التأمين الصحي فعلا من الحقيقة احنا اتبعنا فيه يعني منظومة مالية الحقيقة وفرت علينا كتير. احنا تعاقدنا مع كونسورتيوم شركات او يعني تحالف شركات دولية هي اللي بنت النظام، واحنا بندفع على المواطن كل سنة بالكلفة تشغيل الخدمة. فده الحقيقة طبعا عافانا من الكلفة الاستثمارية في البداية اللي هي مثلا في حالة التأمين الصحي لن تقل عن مليار دولار شركات تحملتها، وبعد كده هي بتستوفي. هل القطاع الخاص ممكن يقوم بالشغلة دي؟ ممكن. ونشتري منه الخدمة؟ ممكن. لده؟ ممكن. ممكن. أنا ما أعرفش يا بقى. ممكن. زي ما عملنا فندم في التأمين الصحي نقدر نعمل في الباقي. بس يا فندم، هو عمر القطاع الخاص ما يقدر يعمل مشروع اللي زي حضرتك بتتكلم عليه ده خالص، يعني استوعبه، لان ده فوق قدره اي مشروع او اي حتى تحالفات كبيره. ده مشروع دوله، ودوله يعني دوله متقدمه عشان تقدر تعمل مركز بيانات وحوسبه سحابيه. ما كناش نقدر يا فندم نبدا الخطوه ديت الا ما نعمل المركز ده. ماشي خلاص، انا خلاص هنا واصله وخلصناه. احنا عملناه وبنستفيد منه بحاجات كتير قوي، منهم اللي انتوا بتقولوا عليه ده، منه المدارس، انا بقول كلام، منه الاقسام بتاعت الشرطه كلها. اي حاجه بقى في الدوله انت عايز تشوفها وتتعامل معاها هتبقى محتاج تعمل لها الشغل مع ظروف بناء مش مخطط. ففي فرق انك انت بتعمل مخطط زي مدينه العاصمه او اي مدينه جديده، فانت بتبقى عامل حسابك للموضوع نظم بشكل سهل. لما بيكون الموضوع عشوائيات او مش مخطط بشكل كويس تكلفته اكتر، واحنا جربنا ده في الجامعه وانت بتعمله يا خالد، مش كده ولا يا عمرو؟ كلفكم كام؟ بس فانا مش بقول كده عشان، مش معناه ان احنا مش عايزين نعمله او مش هنقدر نعمله، بس انا بقول كده عشان انقل للناس ان مفيش حاجه انت هتبقى بتشوفها وبتشتغل معاك وتكلفتها ايه؟ بسيطة. في دولة ظروفها مش يعني، بس احنا ممكن القطاع الخاص يشتغل معانا في بناء التطبيقات وبناء المنظومة وياخد مننا زي ما عملنا في التأمين الصحي. التأمين الصحي احنا بندفع على المعامل، هو يعمل الصيانة، هو بيشغل. احنا جاهزين هنا فندم برضه ان احنا يعني نستقبل خدمات القطاع الخاص برضه. أنا عارف يعني اللي ممكن نعمله هنا دلوقتي، لكن أنا بتكلم على حاجة تانية خالص. ازاي بقى نستفيد بقى باللي احنا عاملينه ده؟ حاجات زي لان احنا لو وصلنا لكده ممكن حد بيسمعني دلوقتي يقول لك ايه، طب هو انتوا يعني قدرتوا في التشغيل بتاعكم في المستشفيات تصل الى حاله مرضيه عشان تقولوا النهارده احنا هنعمل؟ وممكن سيادتك القطاع الخاص زي ما سيادتك امرت كده ياخد الجزئيه بتاعت النهايات الطرفيه، لان انا عايز اقول لسيادتك على حاجه مهمه جدا يا فندم. احنا لو بنحط الخريطه الصحيه لمصر، يعني انا لو يعني عشان يبين بس اهميه التطبيقات دهيت في 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 اتخاذ القرار او في دعم اتخاذ القرار، لو انا عايز ابني مستشفى جديده في محافظه، لو انا ما عنديش قاعده بيانات واتعملت عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي واقدر ان انا احلل البيانات دي عشان اشوف نسبه الفشل الكلوي مثلا في محافظه ازيد من محافظه تانية، وبالتالي ببحث من خلال ايه الاسباب اللي ادت الى زياده انتشار هذا المرض او مرض وبائي او مرض ضغط الدم، من خلال قواعد البيانات الخاصه بقوام الانتظار اللي حضرتك بتتابعها بشكل يومي، او 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 العلاج عن نفقه الدوله او التامين الصحي. ليه في محافظه فيها عدد عمليات الرمض اكتر من الثاني؟
فبنقدر نبحث وراء الاحداث من خلال قاعده البيانات. هنا التطبيق اللي احنا ممكن من قاعده البيانات اللي موجوده اللي بتتحمل من المستشفيات على مركز البيانات على الحوسبه السحابيه، نقدر ان احنا في ساعتها نقدر ان احنا نحلل البيان ده ونقول ان انا عايز اعمل مستشفى رمض في المحافظه دي، عايز اعمل مراكز غسيل كلى في المحافظه دي، عايز يعني ادرس اسباب حدوث الامراض دي اللي هي ممكن تكون بعيده عني. فالخريطه الصحيه لمصر كلها ممكن تكون معتمده على تحليل البيانات الضخمه اللي موجوده هنا. انا عايز اقول لك على حاجه وصحح لي، انا متصور ان النظام ده يسمح لك بتشخيص اكثر كفاءه كده، من خلال وبتقليل عدد العاملين في المستشفيات. بالظبط يا فندم، اذا كنت انا فاهم بالزبط. يعني النهارده انت هتقول لي بحجم العمل، بحجم المتخصصين والاستشاريين الموجودين، انا مش هخلي في كل مستشفى العدد ده كله. صح. انا هقدر النهارده من خلال النظام ده اخلي البيانات بتاعه المريض الجديد اللي لسه داخل تتعرض على حد بعيد عنه خالص وهو يقول له التشخيص كده. المركز دلوقتي قرايه الاشعاعات يا فندم يعني مش بالضروره كل مستشفى يكون فيها اخصائي للاشعه المقطعيه او اشعه الرنين، بالعكس احنا عندنا مركز واحد قاعدين فيه ناس وممكن يحصل التواصل ما بينهم حتى على مستوى التليفون الذكي، وهو قاعد بتنقل له صوره الاشعه دون ان يكون هناك متخصص في وحده الاشعه اللي في المستشفى اللي في الوادي الجديد، ويتم قراءه الفيلم وكتابه التقرير بدون ان يكون ويضاهي بحالات مماثله ويدي من خلال اذا كنت انا فاهم برضه مش كده؟ فالناس اللي عملته بره عمرو عملته استفادت منه في تكلفه التشغيل يا جماعه. طبعا عشان ترد عليه تقول لي اه هندفع 2 مليار او 50 60 100 مليار، انما احنا لا مش بس توفير كام، انا كفاءه العمل اللي انا هحققها هتبقى مختلفه عن اللي احنا فيه دلوقتي. بالظبط يا فندم، يعني الذكاء الاصطناعي النهارده في منظومه اسمها منظومه تحليل الصور، انا اقدر ان انا اخد مثلا صور الاشعه المقطعيه، احنا مثلا عاملين على مرض تاكل القرنيه السكري نسبه دقه تصل الى اكثر من 96%، يبقى انا بشخص المرض في الاول وبعدين بعرض على الطبيب بس لكي يعتمد النتيجه. فده في منتهى الأهمية، الهدر في صرف الدواء في منتهى الأهمية، الهدر في إجراء الفحوصات مرة واثنين وثلاثة كل مرة المريض ينتقل، جودة الخدمة ده أهم حاجة. مركز البيانات يقدر يخزن مثلا 10 مليون صورة زي دي في الكورونا، ما بقوش صح يعني تشخيص الكورونا كان مجرد أن أنا بدخل على الجهاز صورة الأشعة المقطعية على الرئتين يقدر يطلع من ناحية تانية إذا كان ده كورونا ولا مش كورونا نتيجة أن التشابه وتطابق الشكل الأشعة. فبالنسبة زي ما حضرتك بتقول لو أنا ما عنديش قاعدة بيانات كبيرة أقدر أحمل عليها، ودي بتاخد حمل كبير في أي سيرفر أو أي خوادم، لازم يكون عندي قاعدة بيانات أقدر أن أنا أو خوادم أقدر أن أنا أحمل عليها عدد كبير جدا من الصور اللي أقدر مع تطبيق الذكاء الاصطناعي أقدر أطلع بيها بنتائج وأحسن. كملوا دراساتكم ونتكلم تاني. مركز الحوسبة السحابية الحكومية، باستفادة يا فندم من إمكانيات الحوسبة السحابية الحكومية اللي عرضناها على سيادتك، ده مكننا إن احنا نبني المنصة الرقمية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث داخل المركز. المنصة يا فندم بتقدم خدماتها على محورين رئيسيين، المحور الأول هو صناعة واتخاذ القرار بتحليل البيانات الكاملة يا فندم، زي ما احنا شايفين قدامنا هيكون أمام متخذ القرار كافة بيانات قطاعات الدولة المختلفة، الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة، المناطق اللي ممكن تكون مصدر تهديد نتيجة طبيعة الصناعة زي محطات البنزين وخطوط نقل المواد البترولية. باستخدام الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء هيظهر أمام متخذ القرار الأماكن اللي ممكن تكون مصدر تهديد. بكده هيكون أمامنا يا فندم إنذار مبكر فعال على مستوى الدولة بيوضح أمام متخذ القرار نوع الخطر والتهديد إيه، مكانه فين المحتمل، إمكانية حدوثه فين في أقاليم الجمهورية المختلفة، الوقت اللي هواجه بيه الموقف ده قد ايه. المنصه فندم بتوفر الاحداث اللي بتحصل على مدار الساعه امام الاحداث الهامه امام متخذ القرار، تصنيفها وتوزيعها ونسبه حدوثها على مختلف محافظات الجمهوريه زي ما هو ظاهر في المؤشرات الاداء هنا. هنا فندم بيظهر لي الموارد البشريه المتاحه في المحافظات والوزارات اللي شغاله على الموقف دلوقتي، الموارد المادية إمكانياتي منها قد إيه، المتاح قد إيه، المستخدم قد إيه، ده بيساعدني إن أنا أخد قرار في الدعم الموقوت.
كمان يا فندم المنصه بتظهر امام سيادتك متخذ القرار اكتر منطقه متاثره بالازمه فين بالظبط، حدودها ايه، ايه البيانات الكامله اللي بتتم حاليا، اراء وتحليل المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي. ضيف اليها انها تقدر تدي رسائل تحذيريه للمواطنين من خلال شبكات المحمول المدني في المنطقه المتاثره، اديهم تلقين، اديهم توكيه، او انفي اشاعات، تقرير تعافي كامل بالموقف من كل الازمات المختلفه بكل البيانات التفصيليه واللازمه، وبيدي الذكاء الاصطناعي امام سيادتك ايه الموقف قبل وايه المواقف اللي اتحلت وايه اللي لسه متبقي وايه الاجراءات الاضافيه من الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يقدمها، ومؤشرات اداء للجهات المختلفه. المنصه بتدعم التفاعل الايجابي ما بين متخذ القرار بمستوياته المختلفه مع المواطن. هنا يا فندم بيكون في تقارير مميكنه عن احتياجات المواطن، خريطة تفاعلية عليها كافة الإمكانيات والقدرات، في مؤشرات أداء عن تعامل العناصر الميدانية لحظياً مع المواطن. المحور الثاني يا فندم والأهم هو محور المواطن. فالمواطن يا فندم باستخدام الذكاء الافتراضي، الذكاء الاصطناعي، هيكون في موظف افتراضي هيتلقى كافة اتصالات المواطن من مصادرها المختلفة ومن تطبيق الطوارئ، يقدر من هنا يحول النص المسموع إلى نص مكتوب. ده مهم جداً علشان يعالج الأخطاء البشرية، وبعد كده هيضيف عليها كافة بيانات اللازمة ونبدأ ويحول لها قاعدة البيانات الذكية اللي هتبدأ تعالج وتحلل هذا الموضوع علشان يوصل أمامنا أن يبقى في خريطة حقيقية لإحتياجات والتهديدات المواطن على مدار الساعة ولحظياً. وهي أوامر يا فندم. ده سنتك التعارض والسلام. أقل ده الخاص بي. لسه هنرجع لمركز البيانات ولكن شبكة السلامة العامة اللي سيادتك شرفتنا بيها واللي سيادتك أمرتنا أثناء الافتتاح السابق إن إحنا حاضر تمام.
معها مرجع بيانات علاقة للتطور في تأديد الخدمات بالنسبة للسنوالي. إذا كانت تقدم الخدمة منفردة بدون تكلفة إضافية للمنفذ، إذا كان بيبقى بقر بجزء أقر بالنفذ تنهى ندرسه إن شاء الله بإذن الله. ده بالنسبة للفايدة. بالنسبة للصعب بعض الخدمات اللي تقدم من خلال المركز من كده ماشيين في الممر بين المركز والمركز. احنا هنا سيادتك بنبص لده ايه يمكن حجم الستينات وده شيء كبير وصولا لوقت ما سيادتك بيقول لنا ان احنا ننفذ هذا المركز وتبناه على اعلى مستوى في التكنولوجيا الحاليه والمستقبل وصولا ان شاء الله الى وصولا للتكنولوجيا العلميه اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله. الصورة ده فندم بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي كتير قوي بيتكلموا فيه. طب الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل البيانات ما بيحللش بيانات، هو بيعتمد على تدفق البيانات العاليه والكبيره من كل جهات الدوله سواء من مراكز بيانات اخرى مراكز بيانات او من ريسورسز بره، يعني الاي تي اس بيتكلم على الاي تي اس كاميرات اساسات يبتدي هو نعالجها هنا في الداتا هاب دي يا فندم في المركز هنا، ثم نطلع بيها بمخرجات، مخرجات تبقى قادره على تنفيذ البيانات المطلوبه وتحسن الاداء سواء للحكومه او للقطاع الخاص. بالنسبه لهنا يا فندم النقطه المهمه ساعات يجينا بيانات صحيحة وبيانات مكررة. لو أنا ما اشتغلتش في في الحقيقة الحكومة شغالة على هذا الموضوع ويتم صدقه معنا بإذن الله ونوصل قريبا. الكهرباء